عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا وأطفالنا كلهم بيحبوها وإحنا كمان بنحبها، ومفيدة وفي نفس الوقت حاجات جديدة. إحنا كلنا طبعا عارفين إن القرنبيط ليه طرق كتيرة جدا ممكن نعملها، ممكن نقليه، ممكن في ناس بتدخله في شوربة الخضار، في ناس برضو بتعمله بصينية قرنبيط بالصوص الأحمر باللحمة المفرومة. أنا النهاردة قلت هعمله معاكم النهاردة بطريقة جديدة، وهي بالبرجر البلدي. تمام، البرجر البلدي أنا بجيبه من جزار معروف، حاجته نظيفة جدا وجميلة وفي نفس الوقت واثقة في حاجته، علشان أنا ما بستخدمش أي لحمة، أو بصراحة بخاف من أي لحمة تانية اذا ما كانتش بلدي. هنعمل مع بعض القرنبيط بالبرجر، وتابعوني عشان اقول لكم على الخطوات بتاعته. معانا هنا بابريكا، فلفل اسود، كمون، ملح، بردقوش. من كل حاجه من دول معانا ملو معلقه صغيره بتاعه الشاي. طبعا احنا عارفين ان التوابل مفيدة للاكل وفي نفس الوقت بتدي لها طعم وريحة، فما بنستغناش عنها، وكل اكلة وليها توابلها الخاصة بيها. ومعانا هنا برضو دقة فلفل احمر وتوم مفروم وجنزبيل. طبعا الجنزبيل ده اساسي جدا في الاكلة ديت. ومعانا هنا القرنبيط، القرنبيط دوت احنا يعني انا مخزناه بطريقة معينة وبشرب بالمبشرة. ومعانا هنا بقدونس مفروم، ومعانا طماطم. طبعا هنرجع تاني للقرنبيط. القرنبيط دوت طبعا انتوا عارفين ان انا كنت حامل الفترة اللي فاتت تعبانة، ما كنتش بقدر اعمل الحاجة طازة في وقتها، وفي نفس الوقت كنت لازم اخزن الحاجة، بس لازم تتخزن بطريقة تكون صحيحة، اللي هي ان احنا بنمسك القرنبيط بنديله نص سلقه، يعني ما بندوس عليه جامد في السوى علشان يستحمل قعدته في الفريزر، وبنجمده، بنحطه بنرصه في الحله وبنغلفه كويس او بنغطيه كويس من الهواء، بنكتمه كويس جدا وبنحطه متجمد، وبيطلع بتلاقيه سليم كانك لسه سلقاه دلوقتي. طبعا انا جمدته وطلعته، فالاكله ديت انا محتاجه القرنبيط يكون مبشور فيها، فانا زي ما انتم شايفين كده طلعته متجمد، ولازم يكون متجمد ما ينفعش يفك، وبشرته بالمبشره. وطبعا زي ما قلنا ان هنا الجنزبيل معانا دوت بيدخل في اكلات كتيره جدا جدا وبيدي للاكل طعم وريحه جميله وليق لاكلاته الخاصه. وطبعا الجنزبيل يا جماعه احنا عارفين ان هو من الحاجات المفيده جدا، وبرده ليه طريقه تخزينه، اللي هي انك بتجيب الجنزبيل الجتر. طبعا انا جايبه ما شاء الله يعني حجمه كبير، عشان كده الحلقات زي ما انتم شايفين كبيره. تمام، بنجيب الجنزبيل الجتر وبنقطعه حلقات وبنحطه في الكيس وبنفضيه من الهواء وبندخله الفريزر، برضو بيطلع بتشتغل منه بيبقى كأنه طازة وجميل ومفيش فيه أي مشكلة. الثوم المفروم برضو، الفلفل المفروم برضو ليه طريقة تخزينه، انك بتفروم الفلفل وبتحطيه له حبة ملح وحبة زيت بسيط وتفضيه من الهواء وتدخليه في الليزر، ده بيطلع برضو ليه أكلات كتيرة جدا، بيبقى أكل زي كده أو بتنجان بالدقة، سمك، يعني برضو ليه أكلاته كتير بيدخل فيها. ونفس الموضوع التوم المفروم، طبعا ده تقريبا يعني كمصريين 90% اكلاتنا بيبقى فيها توم، برده بيتحط له حبه زيت وحبه ملح وبيتفرم وبيتفضى من الهواء، نفس طريقه الفلفل المفروم بيتفضى من الهواء وبيدخل الفريزر وبيطلع بتاخدي منه بتشتغلي منه كانه لسه طازه دلوقتي. وطبعا الزيت والملح مع التوم ما بيطلعلوش ريحه وبيخليه كان لسه طازه، كانك دقاه دلوقتي وبتستخدميه. طيب تعالوا مع بعض نشوف احنا هنعمل الاكله دي ازاي، وان شاء الله هتعجبكم، تابعوني.
طبعا ورجعنا لكم يا جماعه عشان اوريكم بعد ما عملنا الصوص اللي زي ما انتم شايفين اللي هو الوايت الابيض، تمام، بيبقى تقيل بالشكل ده. طبعا احنا هنقول هو كده تقيل جدا، بس انا عاملاه تقيل علشان لسه هنحط عليه الطماطم بعد ما ضربناها في الخلاط مع الجنزبيل والتوابل، تمام، هينزل عليه. طبعا هنقلبه كويس جدا وهنسيبه على النار شوية. هيعمل ايه؟ هيتقل تاني بس مش هيبقى بنفس التقل اللي كان في الاول. عامل ازاي؟ ولسه طبعا كل ما نسيبه على النار، زي ما احنا فاهمين ان البشاميل كل ما بيتساب على النار كل ما بيدي قوام اتقل، بقى لونه احمر زي ما انتم شايفين. تمام، هنسيبه على النار يغلي عشان هننزل بعد كده بالقرنبيط وبالبرجر. البرجر طبعا خدت 3 قطع قطعتهم زي ما انتم شايفين كده، ده هينزل مع الصوص والقرنبيط، وهنحط على وشه باقي البرجر. تابعوني عشان اقول لكم الخطوات ماشيه ازاي. وده كده يا جماعة صينية القرنبيط بالبرجر بعد ما خلصت. بصوا كده شكلها جميل جدا ويفتح النفس. دخلتها الفرن خدت حوالي بتاع 3 ساعة، وبعد كده رفعتها على الشواية خدت الوش الأحمر زي ما احنا شايفين مع بعض. شكلها جميل جدا، بصوا شكل البقدونس مصحصح كده وجميل. عشان كده قلت لكم في الفيديو البقدونس يتحط في الاخر عشان ما يبقاش دبلان، يبقى مصحصح ولونه اخضر وزاهي. وزي ما قلنا مع بعض ان البقدونس ده صحي وفي نفس الوقت بيدي ريحه وطعم جميله جدا جدا للاكل. يبقى جربوها وقولوا لي رايكم ايه، وما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك، ودعموني بالمشاركات ليكم لاصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد من ماما لولو، وان شاء الله يعجبكم. ويبقى قولوا رايكم ايه عشان رايكم يهمني جدا جدا. وانتظروني في اكله جديده، لاني انا ما بعملش غير الاكلات الجديده والاكلات الغريبه. ما بعترفش انا بان انا اقدم محشي، صينيه بطاطس بالفراخ، ملوخيه خضراء، كل الحاجات ديت معروفه جدا. انا بيض مقلي، الحاجات دي كلها يعني حاجات انا بستغرب اللي بتقدم كده. انا ما بقلش من حد، بس حاجات كلها معروفه يعني الاطفال ممكن يعملوها. فانا بحب اقدم الاكلات الغريبه والاكلات الجديده علشان نشوف مع بعض كل جديد. وان شاء الله هتعجبكم اكله القرنبيط بالبرجر، وقولوا لي رايكم ايه، وانتظروني في اكله جديده. سلام. قبل ما تقولي سلام تقفلش بقى.
قبل ما تقول سلام. طب انا قفلت، انا عملت كده. ايوه ده انت عمال تهوشت ده من تمرين اهو تمرين. طب خلاص عشان انا عايز اتكلم كلمتين. انت قفلت الفيديو فتحت قرب. بس عايزين لو سمحتي بقى يعني عشان نتاكد ان الاكله ممتازه لازم نشوف ونوري الناس خرطه اهو. لازم بس الاصوات دي وده كده اول التدعيم. طه أيوة. بيدعمني. اديوني يا ريس. طه العشاب بيدعم. ايه اعمله ازاي؟ بالطول ولا بالعرض ولا بالورب ولا بايه؟ بص انا طبعا وريني قطعت بقى. قطعه بتاع دوت برجر في الصينيه. اوه انت بتطلعي الطبق قطعه. ايوه بص دي القطعه اللي مقطعه اهي. اوعى يا زميلي. تمام فهمت. ريحته تجنن. الله. ومعانا قطعه البرجر من فوق اللي بيبقى على وشها البقدونس. كفايه كفايه مش هاكلهم اكتر من كده والله. قطع البرجر اهي. تسلم ايدك. هو شكلها خطير. تمام. لا وريحتها وطعمها يجنن. ايوه لازم نعاين الموضوع. سلامه سلامه سلام. شكله شهي. ايوه صح. ايوه صح. تسلم ايدك يا لولو. الف هنا. شكرا ماما لولو. مولع. تسلم ايدك. جميل والله لذيذ جدا. لا انا عملته باتقان قوي. وبصراحه ربنا انت يمكن هتراجع الفيديو وتشوف. على فكره تحفه. الله ريحته جامده جدا يا جماعه. ماما لولو. لا والله ماما لولو. ماما لولو. ايوه اظن فيها. ايوه يا ماما لولو. الله ادوق الوش. على فكره انا هخلصه كده وانا قاعد. لو سمحت كده حط لي الطبق ده قدامك. سخن مولع. حلو 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 كده. واو. يلا نقول لهم سلام بقى ونشوفكم في حلقه جديده مع الاكلات الغريبه بتاعت ماما لولو بصراحه اللي مظبطانا. مجهزه لهم بقى مفاجاه. اللي هي ايه بقى؟ مش مجهزاها لهم هم، انا مجهزاها لكم انتم. ايوه ايوه قولي لنا. بمناسبه رمضان كل سنه وانتم طيبين. انتوا بصحه وسلامه. مجهزه لهم الحاجه الحلوه اللي هي بعد الاكله ديت وهي الخشاف بالفاكهه. طبعا كلنا عارفين ان الخشاف ان احنا بنجيب البلح الناشف ونبله و خفاش. ايه يا خفاش؟ ايه خشاف. خفاش. وبنبله وبعد كده بنيجي تاني يوم بنحط عليه اللبن. ده الطبيعي والمعتاد. انا بقى هقدمه لهم النهارده بالفاكهه وتابعوني علشان اوريه لكم ان شاء الله وهيعجبكم برده. هتحطوه مع الحلقه دي بالمره؟ لا يعني ده ينزل لوحده والحلو لوحده. طيب ماشي. وده هتبقى اكله جديده بمناسبه رمضان هنلف عليها. ايوه ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. يلا سلام سلام, سلام.